وها أنا اليوم أسوق لكم 4 بشارات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البشارة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة. والحديث ولو إلى الأعمال. أما البشارة الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. أما البشارة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وأخيرا إليكم البشارة الرابعة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي. عندما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأخيرا تصور معي في كل صلاة يصلي الله عليك 10، فلو أنك أرسلت هذا المقطع إلى 10 والعشرة إلى 10 والعشرة إلى 10 وهكذا حتى وصلوا إلى 1000 وكلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أجر في هذه الصلاة سيعود خيره ونفعه عليك، لأن الحبيب علمنا أن الدال على الخير كفاعله. أسأل الله العلي القدير لمن نشر هذا المقطع أن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. والسلام عليكم ورحمة الله.